أرقص لك. الوطن تريد لناس تبني، هذا يبني حديقة وذاك يبني مدرسة وذاك يبني أوبرا وذاك يبني جامع وذاك يبني مول وذاك يبني شقق سكنية وذاك يبني ناطحات سحاب لا سمح الله. الوطن ما تبني الشعارات الرنانة والخطب بالمناسبات العظيمة للقوى السياسية، والقوى السياسية الأسبوع 7 أيام عندها 16 مناسبة، وهاي المناسبة فرصة لإظهار قدرتهم بالرفع والنصب، قصد الرفع والنصب لغويا لا يروح بالك زين، والتلاعب بالمفردات. وإحنا نسمع، ولما يخطبوا علينا في هذه المناسبات الظل صافن، شو الحكي ما يشبه الوجوه والأفعال ما تشبه الأقوال. لما يطلع لك واحد يقول لك والله لقد فشلنا في بناء الدولة لمدة 20 عام، زين عمو حبيب قلبي، انت لما فشلت ببناء الدولة وجاي تقول لي انت لم تتمكن من بناء الدولة، شتيد من ردة الفعل مثلا؟ ارقص لك، اطلع مظاهرات تأييد ايمانا واحتسابا لاعترافك العظيم بانك لم تتمكن من بناء الدولة، زين. وليش ما بنيت الدولة سعادتك او زعامتك او دولتك او حضرتك؟ ليش ما بنيت الدولة؟ خلف الله عليك اعترفت انه انت ما قدرت تبني الدولة، تكتر. والاعتراف بالذنب فضيلة، وخلي الناس اللي تقدر تبني الدولة تجي تسوي دولة. ستو بكل مرة تعودون علينا خطابات من هذا النوع، انتوا ما تقدرون تبنون دولة فعلا، ما تقدرون تبنون مشهد سياسي فعلا، هذا ليس ظليمة لكم أو تجنن عليكم، لكن نريد لنا خبز الحكومات تصير حتى تدير الحياة. أنا صار لي 6 أشهر من انتخبت، أنتظركم تخلصون مؤتمراتكم وصولاتكم الفكرية وخطاباتكم ومناكفاتكم ها وتحليلاتكم حتى أنا المواطن آكل خبز وكأني في وطني متسول على أبوابي من يسمونهم بقاداتكم أو زعاماتكم. ولكن كما قلت لكم في مقدمة أمس، أنا بإيدي جرحت إيدي، إحنا المسؤولين. إذا لم يكن هنالك خيارا في اقتلاع هذه الأدران والطفيلات والطفيليات المريضة التي أضرت بالعباد